وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ طارق البرديسي الباحث في العلاقات الدولية. أستاذ طارق أرحب بك. تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. نعم. أستاذ طارق، تابعنا كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام مؤتمر باريس وذلك للدعم الإنساني لغزة، وربما أشار إلى ثوابت مصرية متعلقة بالقضية وموقف مصر في الوقت الراهن، يعني تأكيد مصر الدائم على الحاجة لحل هذه القضية وتأكيده أيضا على أن فتح ممر آمن لانتقال المدنيين في غزة إلى الجنوب هو ليس بتطور إيجابي بل هو ترسيخ لفكرة التهجير. تماما يعني رؤية مصر واضحة وثابتة ولا تبديل فيها، بعكس كل هذه الدول دائما ما تغير مواقفها وتعدل سياساتها الخارجية، لكن مصر مواقفها ثابتة تجاه هذه القضية المركزية، هي قضية العرب المركزية الأولى. تجد أنه لا بد من ثمة مسارات متعددة. المسار الأول ضرورة إدخال مساعدات إنسانية بكثافة وبوتيرة تتلائم مع احتياجات أهالينا في غزة، كما أكد فخامة الرئيس السيسي أن ذلك المسار لا علاقة له بالمسار الآخر الذي يستلزم الوقف الفوري لإطلاق النار، غير مسار ثالث وهو التسوية السياسية والعودة إلى يعني عودة الأمل وإحياء الأمل مرة ثانية في نفوس الفلسطينيين بإقامة دولتهم. إذن مصر لها رؤيتها وتقديراتها الاستراتيجية الثابتة ومساراتها العديدة والتي تعمل عليها، وتجد أن واجب الوقت في هذه اللحظة الراهنة هو ذلك الوقف الفوري وتلك الهدن السريعة حتى يعني يتم تقديم تلك الإغاثات. لكن هذه الإغاثات ليس معناها وليست يعني حلا نهائيا، إنما هي حلا مؤقتا إنسانيا، لكنها لا تكون كما أكدت الخارجية اليوم على لسان وزير خارجيتها، لا تكون ترسيخا للوضع الراهن. إذن يعني موقف مصر ورؤيتها الاستراتيجية ثابتة، لكن كما أوضح وزير الخارجية أن الفشل السياسي للمجتمع الدولي، الفشل الأخلاقي للمجتمع الدولي، رسوب الإنسانية في امتحانها، كما أكد الرئيس السيسي أننا أمام امتحان للإنسانية، والإنسانية رسبت بامتياز في ذلك الامتحان، مع يعني ذلك الترنح الأمني والإخفاق الاستخباري والهزيمة العسكرية لإسرائيل. نعم هزيمة عسكرية. كل ما يستطيعون عمله هو قتل المدنيين، وجيش محترف في قتل النساء وقتل الأطفال وقتل المدنيين. نعم. وهدم البيوت، لكنه لم يحقق أي نجاحات عسكرية. أشرت أستاذ طارق إلى ما يتعلق بالمساعدات وتأكيد مصر على ضرورة وصول المساعدات إلى القطاع ومشاركة مصر في هذه المساعدات بأكبر قدر ممكن، ربما هي الدولة الأعلى والأكثر وذلك على المستوى السياسي والشعبي رغم تحدياتها الاقتصادية. هذا المنظور الإنساني الذي تؤكد عليه مصر وهو ما يناقشه مؤتمر باريس اليوم، يعني كيف تقرأ هذا الموقف المصري الدائم من القضية في هذه النقطة بالتحديد؟ المنظور الإنساني كان مبكرا للدولة المصرية عندما عقدت يعني تلك القمة، قمة القاهرة للسلام، وكانت البغية أن يعني أن يكون هناك تصدي فوري وسريع لهذه الكارثة الإنسانية. دائما كل القيادات الإقليمية والعالمية ما تأتي متأخرة، الخطوات المصرية دائما والسياسات الخارجية دائما ما تكون مبكرا. يعني شاهدنا البارحة نائب أمين حزب الله وهو يحذر من حرب إقليمية، هذا ما حذرت منه القيادة المصرية والرئيس السيسي منذ وقت مبكر. دائما مصر يعني سابقة في رؤياتها وفي تقديراتها الاستراتيجية، ويأتي العالم للأسف متأخرا متبنيا الرؤية والأفكار السياسية التي طرحتها مصر مبكرا، وليته يعني قد أخذ بهذه الرؤى المصرية. يعني أنا أتصور الآتي، أتصور أن القيادة السياسية حتى الآن على لسان رئيس حملة المرشح للرئاسة السيد عبد الفتاح السيسي أكد أنه طلب من هذه الحملة أن توجه يعني كل تلك النفقات وأن تحث الجهات التي كانت تنتوي توجيه نفقات إلى أهالينا في غزة. لأنه هذه المسألة الفلسطينية مسألة ليست موضوعا انتخابيا، وإنما هي مسألة بالتأكيد وهي قضية أمن قومي مصري أيضا. أشكرك شكرا جزيلا للأستاذ طارق البرديسي الباحث في العلاقات الدولية.